صحتك أكلك. البصل الأخضر. البصل الأخضر هو نوع من أنواع البصل، ويعد من الخضروات، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، وأوراق الخضرة من البصل صالحة للأكل، ولا يحتوي على دهون، ويساهم في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان. فوائد البصل الأخضر: يدعم صحة العظام، يزيد من سرعة تجلط الدم، يعزز صحة الجهاز الهضمي، يقوي مناعة الجسم، يعزز صحة العين، يحمي العظام من الهشاشة، يعزز صحة القلب، يساهم في زيادة نضارة البشرة، يساهم في الوقاية من الالتهابات بأنواعها، يساهم في مكافحة فقر الدم، يساهم في علاج تورم القدمين. وكذلك يحتوي البصل الأخضر على فيتامين سي، وفيتامين A، وفيتامين B1، وفيتامين E، وفيتامين B9، وفيتامين K، وحمض الفوليك، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور. صحتك أكلك.